الدرس السابق بدأنا بشرح تأديبات مبسطة، حكينا عن الدودة الشريطية العزلة. اليوم محور درسنا هو الدودة الشريطية المسلحة. الدودة الشريطية المسلحة بتشبه عندي الدودة الشريطية العزلة كثير، عندي البيئة يعني مكان التطفل، بالتغذية، بأعضاء الحس، كل هالشغلات بتشبهها، طرق الوقاية، طرق الإصابة بها. هلا رح أحكي عن شكل الدودة الشريطية المسلحة. هذا هو شرط الدودة الشريطية، شكل الدودة الشريطية المسلحة. تابع لك عندي الرأس، العنق، والحلقات. الرأس بيحتوي على كثيرين من الأشواك أو العقارب. بيحتوي أيضا على أربع محاجم، هون عندنا ثلاث محاجم من بينات، وفي عندي بالطرف الخلفي بيكون في محجم. الأشواك عند الدودة الشريطية المسلحة تعد أشد خطورة من الدودة الشريطية العزلة. شو السبب؟ السبب إن أنت بتمتلك لك عندي كثيرين من الأشواك تتسبب بشدة بهما على جدار المعي الدقيق للإنسان. هذا عند العنق الذي يغطي الحلقات أو القطع الفتية. الدرس رح أعطيكم إياه على شكل أسئلة. أين تعيش الدودة الشريطية المسلحة؟ تعيش الدودة الشريطية المسلحة متطفلة على المعي الدقيق للإنسان، نفس مكان تطفل الدودة الشريطية العزلة. كيف تنتقل إلى الإنسان؟ تنتقل عن طريق تناول لحم الخنزير. شفنا الدودة الشريطية العزلة تنتقل عن طريق تناول لحم الأبقار. نحن كشعوب إسلامية الحمد لله ما بصير معنا الدودة الشريطية المسلحة. شو السبب؟ لأنه نحن ما بنتناول لحم الخنزير. بتتواجد عندي هي الدودة الشريطية المسلحة بالدول اللي بيتناولوا عندنا لحم الخنزير مثل الصين، تايلاند، روسيا، كلها هي بتتناول لحم الخنزير. هلا عندي سؤال عليه، سؤال كثير مهم. هذا التعليق: تعد الدودة الشريطية المسلحة أكثر خطورة من العزلة بسبب شدة تثبتها بجدار المعي الدقيق بواسطة إكليلي الأشواك. خود إكليلي الأشواك بتتثبت فيهم على جدار المعي الدقيق. هلا بس رح أحكي عن الصفات العامة للديدان المنبسطة اللي هي الشريطية العزلة والمسلحة اللي أخذنا أمثلة عليها. أول صفة: لا تمتلك أعضاء حس أو حركة، لا يوجد لها جهاز نقل أو تنفس. كل هالأسباب هاي شو السبب حكيناها؟ تكيفا مع حياتها الطفيلية. تمتلك جهاز عصبي أو إطراحي يكون بسيط جدا. معظمها ديدان فرسوية. ما معنى كلمة ديدان فرسوية؟ نفس الحلقة بيكون في عندنا أعضاء التكاثر الذكرية والأنثوية للدودة، بكل حلقة بيكون أنا عندي، فبتكون الدودة مدلة خنثى، أي تحتوي أعضاء التكاثر الذكرية والأنثوية في نفس الكائن الحي أو في نفس الفرد. انتهى درسنا، بس يلا عنا وظيفة. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة. ألف: تنتقل الدودة الشريطية العزلة إلى جسم الإنسان عن طريق المياه، الخضار، لحم البقر، لحم الخنزير. ب: تعيش الدودة الشريطية المسلحة في دم الإنسان، المعي الدقيق للإنسان، أمعاء البقر، أمعاء الخنزير. أعطي تفسيرا علميا لكل مما يلي: تعد الدودة الشريطية المسلحة أشد خطورة من العزلة. 2. لا تمتلك الدودة الشريطية العزلة جهاز هضم أو تنفس. السؤال الثالث: ارسم شكلا للدودة الشريطية المسلحة مع كتابة تلمسي الميات على الشكل. طبعا الشكل اللي بدكم ترسموه هذا هو، ترسموا لي على الدفتر بآخر الوظيفة، تبعتوا لي الوظيفة على الخاص. هالشكل هذا بكون انتهى درسنا.